العلم تناول الكرة الأرضية خصوصا بعد ما طلعوا رواد الفضاء وصوروا الكرة الأرضية وشفنا إنه يعني ما هياش مستديرة تماما. وبعدين في آيات في القرآن بتشير على نقص أو وجود نقص في أطراف الأرض. بنحب برضو نشوف الموضوع ده مع الأستاذ الدكتور محمد رضا مدور. الكرة الأرضية ما نعرفش بالظبط يعني إيه هي، إلا عرفنا بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد. هذا هو الإذاعي الكبير أحمد فراج أو دكتور أحمد فراج، وبالطبع بجوار دكتور زقزوق وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية دكتور أحمد سعيد صواب. يبقى كما نشاهد أستاذ أحمد فراج، دكتور زقزوق وزير الأوقاف، دكتور أحمد سعيد صواب محافظ الدقهلية. كان ذلك في قصر ثقافة المنصورة بالدقهلية في حفل تكريم أبناء الدقهلية، دكتور زقزوق، أستاذ أحمد فراج وغيره من الشخصيات العامة، مع تكريم الطلاب المتفوقون. نحن نوثق هذه الصور حصرية للإذاعي الكبير الأستاذ أحمد فراج، وبما أننا نتحدث عن الإذاعي أحمد فراج فيشرفني ننقل من تراث التلفزيون المصري هذه الندوة العلمية بقناة مزبيرو اليوم 25/9/2021. الأستاذ أحمد فراج يستضيف كوكبة من علماء مصر، من أستاذ دكتور محمد جمال الفندي. هذا هو الأستاذ أحمد فراج في سن مبكر. إنما الضرب صح، الضرب صح. يعني الحقيقة بيلفت نظرنا إن نبص نلاقي، لا أنا حاب أديها لك بعد البرنامج، أدي لك نفس الصفحة دي تنقلها ونستفيد بيها سوا. يعني شيء غير عادي إن نبص نلاقي رقم وبعدين علامة عشرية وبعديها 6 أرقام، ولما نعمل عملية الضرب لغاية ما نوصل لل 300 نجد إن 300 سنة الشمسية يساوي بالظبط 309، وإحنا نعرف إن الرسول يعني كان أميا ولو كان يقرأ ويكتب. فبنتكلم في موضوع السحب الركامية وتكوينها، وعلشان ندرس ازاي دي بتتكون، والطريقة دي هي اللي استطعنا اننا نشوف كل الخطوات. استاذ دكتور محمد جمال الفندي يتحدث عن السحب الركامية، وذلك من خلال هذه الندوة التي يستضيف فيها استاذ احمد فراج او الاذاعي الكبير احمد فراج. ثم بدراستي ليه السحابة الركامية في الواقع علشان بتنمو في الاتجاه الرأسي، ممكن انها في حيز بتاع 20 كيلو، يعني من سطح الارض لغاية 20 كيلو فوق، انها تمر بطبقات هواء تختلف فيها درجات الحرارة من زائد 40 لناقص 50، يعني 90 درجة فرق ما بين قمتها وقاعدتها. هذا الفرق بتاع 90 درجة على بعد 20 كيلو لا تجده أبدا في جو الأرض إلا في السحابة الركامية، لأنه في اتجاه الأفق عمرك ما هتلاقي الحكاية دي. عشان توصل من 20 درجة، من 40 لـ90، لازم تسافر مثلا من الخرطوم لغاية موسكو، تاخد لك فيها شوف كم 1000 كيلو، لكن دي في 20 كيلو بس تجيب كل هذه الفروق، ولذلك بتعمل لنا الزوابع والعواصف. السحابة الركامية لما بتبدأ تتكون كما ندرسها بعد ما خدنا الصور، بتتكون من خلايا، خليتين ثلاثة، تبدأ في خليتين ثلاثة أربعة، تتحد هذه الخلايا مع بعض، وبعدين لما تتحد تكون خلية كبيرة. الخلية الكبيرة يكون عندها فرصة إنها تنمو في الاتجاه الرأسي وتظهر زي الجبل، تبقى زي الجبل الكبير الشامخ لما تبص لها أنت من جنب، مش تيجي تحتها عشان تشوف، ولما تبص لها أنت من جنب وتشوفها زي الجبل تلاقي فيها مناطق فوق القمة ناصع أبيض عبارة عن تلج، والوسط وهو نص بياض، وتحت
لونها غامق قوي لانها نقط ميه ناميه وهتسقط على هيئه مطر. دي السحابه الركاميه. فاول خطوه في تكوينها اذن انها خلايا تتحد مع بعضها. هذه السحابه بطبيعه الفروق الحراره اللي فيها هي النوع الوحيد اللي بيتكون فيه البرد. واصدي بالبرد حبات التلج الكبيره يختلف عن التلج بتاع اوروبا اللي بينزل زي الشفاف الورق السجاير الابيض بتاع علامات. لا ده البرد عباره عن كور صغيره وساعات ينزل على لغايه يمكن يبقى قد الرمانه. ويمكن بعضنا يفتكر او ما زال يفتكر البرد اللي نزل على القاهره في نوفمبر وده كان كبير وبعض الناس سموه زلط ناس وبعضهم بيسموه ملح لما يكون صغير عامه يعني يسموه ملح. هذا البرد بيتكون جوه السحابه اثناء نزوله من ازاي هذه السحابه بتشحن بالكهرباء. دي حاجه مهمه جدا لان احنا عارفين ان السحابه الركاميه هي السحابه الوحيده من انواع كثيره من الطيارات استطاعوا انهم يصلوا الى نتيجه ان المكونات الثلجيه لما بتاخذ حجم معين ثم تنمو بتدي انفصال كهرباء او لما تدوب برضه تدينا انفصال كهرباء. يعني تغير الحاله بتاعه التلج او المكونات الثلجيه من التلج الى الميه يدي انفصال كهرباء او لما تنمو في بعد حجم معين ايضا تدي انفصالات كهرباء. فطالما السحابه نشطه وفيها مكونات نازله من حرارات منخفضه وتصل الى الحرارات العاليه وتبدا تدوب تدينا كهرباء جامده. والعكس المكونات اللي طالعه مع التيار الصاعد ميه وبدات تتجمد تدي انفصالات كهرباء جامده. هذه الانفصالات كلها بتاعت الكهرباء الشحنات الشحن ده يتوقف على تكوين البرد في حجم معين مش في كل الحجوم. القدره على قياده الطائره او هو نفسه يحصل له نوع من الارتباك او اي حاجه من هذه الاشياء. ده اهم خطر لهذه العواصف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ شو السحاب؟ ثم يؤلف بينه والاثنين ثلاثة يتحدوا مع بعض ثم يجعله ركاما. هذا التأليف يدينا نتيجة السحب الركامية. فترى الودق أي المطر مرة أخرى يخرج من خلاله. وبعد دكتور يمكن الوقت اللي باقي يكفي للأسئلة فعشان ما ناخدش وقتكم السؤال الأولاني. أي طيب كان في أحد الإخوة عرض موضوع ما اتفضل يا أخي. قلت لنا على سؤال قبل البرنامج كده. من حوالي 20 سنة تقريبا سنة 47 حصل يعني مش كسوف زي ظلام ساعة الظهر. الشمس راحت خالص والدنيا بقت ليل مش غيام. كان تقريبا في حوالي يوم 21 فبراير 47 بس انت بتهيألي مش من 47 سمعت عليها يعني. انا تاريخ ميلادي 19/2/47 فلما قريتها كانت طلعت 21 يعني بعديها بيومين. يعني قريتها بعدين. لا على كل حال في هنا ناس حضروه. بس يعني التعليل بتاع دي كان بتشأمه يعني تشأمه على بان الايام قربت تقوم او بتاع. انما انا عايز التعليل العلمي الصحيح يعني. شكرا دكتور رضا. مصر التعليل العلمي بتاع الرهبه دي حقيقه عظيم قوي. برضه نحاول نربطه بالقران. بالقران هي ايه الايه بتاعت زينا السماء مصابيح. دكتور رضا في ضيافه استاذ احمد فراج يرد على ضيوف الندوه. هنيجي بقى ايه نربط الحكايه دي الايه دي والزينه. فاحنا عندنا ثلاث حاجات. الإشعاع بتاع الشمس والغلاف الجوي وإحنا الطبقة الأخيرة سماء الدنيا يعني الطبقة الأخيرة من الغلاف الجوي. فاللي بيحصل إيه؟ الغلاف الجوي في الطبقة الأخيرة يحمل أتربة خفيفة أوي أوي وخصوصا في الشرق الأوسط في مصر بالذات لأن وادي النيل وتكتنف الصحاري هنا وهنا وكثير والسعودية إلى آخره. كل البلاد دي فيها مواد ترابية كتير. هذه المواد الترابية طبعا احنا ما بنحبهاش. هنحب التراب ليه؟ لكن هي المواد الترابية المعلقة في الجو هي اللي بتدينا الأضواء الجميلة التي نشاهدها في مصر.
نقلنا لحضراتكم هذه الندوة العلمية مع الإذاعي الكبير أحمد فراج، وهذه صور حصرية من محافظة الدقهلية وبالتحديد قصر ثقافة المنصورة. أستاذ أحمد فراج في ضيافة محافظ الدقهلية أحمد سعيد صوان.